ما زالت عروض الأفلام وعقد الورش والندوات الفنية مستمرة في مهرجان أفلام السعودية في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء. تفاصيل أكثر عن كواليس المهرجان وأحدث المستجدات مع الزميلة هدى الغامدي من الظهران. هدى، مساك الله بالخير، إيش الصورة اللي عندك اليوم وحابة تنقلينها للسادة المشاهدين؟ أمسي عليك بالخير محمد وعلى جميع مشاهدي القناة السعودية. بالفعل أطل عليكم من مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء بالظهران، والذي يحتضن مهرجان أفلام السعودية في دورته العاشرة. هذا المهرجان اللي بتنظمه جمعية السينما بدعم من هيئة الأفلام التابعة لوزارة الثقافة. الحديث يا محمد عن الأمير بدر بن عبد المحسن ذو شجون، لذلك اسمح لي بداية أن أتكلم عن هذا الأمير مهندس الكلمة ومهندس الحرف، سمو الأمير بدر بن عبد المحسن. اسمح لي أنه أتقدم بصادق التعازي والمواساة لحكومتنا الرشيدة وللشعب السعودي ولجميع محبين الشعر والمتذوقين وللأدب وللشعر وللثقافة. رحل هذا الشعر بعد نصف قرن، ولكن بقيت كلماته وأغانيه خالدة، لو لم يكن من قصائده إلا فوق هام السحب. هذه الأغنية التي نسمعها صبح مساء في أيامنا الوطني وفي غير أيامنا الوطني لكفته، ولكن هذا الأمير الشاعر له 5 دواوين: هام السحب، شهد الحروف، ما ينقش العصفور في تمرة العذق، لوحة ربما قصيدة، ورسالة من ابدوي. مسيرة كبيرة حافلة ارتبط اسمه هذا الشاعر الأمير بالعديد من الشعراء الذين تغنوا بقصائده من الوطن العربي، من المملكة العربية السعودية ودول الخليج وجميع أيضا الوطن العربي، مثل طلال مداح، محمد عبده، راشد الماجد، عبادي الجوهر، نوال الكويتي، والعديد من الشعراء. اسمح لي أن يعني في كلمات يعني ودي أن أكون شاعرة وأقول قصائد، ولكن أخذت هذه الكلمات من قصائد كتبها الشاعر عبد الرحمن بن مساعد يرثي البدر. الشعر دك وزلزلت أركانه، والبدر غاب فماتت الأقمار، قد أسدل الليل الكئيب ظلامه، وتسارعت للحودها الأشعار. يا بدر ما هذا؟ عهدتك بلسما يشفي الجروح فتسكن الآثار. أفهكذا يا سيدي ومعلمي وأخي ومحبوبي تئن الدار؟ أفهكذا يا من صنعت شعورنا تمضي فيسدل حاجبا وستار؟ اسمح لي محمد أن أستضيف سلطان الدوسري، وهو أديب ومتذوق للشعر، واللي راح يكلمنا قليلا عن الشعر، لأنه لا تكفي الساعات الحديث عن هذا الشعر. أول شيء مسي عليك بالخير أستاذ سلطان، وحياك الله معنا على شاشة السعودية. مساء النور والسرور، أسعد الله أوقاتكم جميعا إن شاء الله. أول شيء يعني أحسن الله عزاكم جميعا، عظم الله أجر أولا مولاي الملك سلمان بن عبد العزيز رحمه الله، والأمير المفدى ولي العهد محمد بن سلمان عبد العزيز، محمد بن سلمان عبد العزيز، والشعب السعودي كافة والوطن العربي. يعني الحديث يطول عن هذا الأمير الشاعر، ولكن نحن في مركز الملك عبد العزيز الثقافي العالمي إثراء، وسبق أن أقيمت آخر أمسية أقامها الأمير مهندس الكلمة بدر بن عبد المحسن كانت هنا في مركز إثراء. ودي لو تكلمنا قليلا عن هذا الأمير الشاعر. والله الحكي عن البدر يطول. هذا الإنسان الأمير الشاعر والإنسان أخلص للشعر ما يقارب يعني أكثر من 50 عاما، نصف قرن. يعني الحديث عن البدر صعب جدا أن يكون على عجالة. هذا الإنسان تاريخ، إرث في الشعر، إرث في الإنسانية وفي التواضع. هذا الإنسان إعجوبة، يعني مهندس الكلمة وساحر اللفظ. هذا الإنسان جدد الشعر بطريقة قيمة الشعر السعودي يعني بغير مسبوق أبدا. لو تشوفين الآن وسائل التواصل الاجتماعي، هذا التفاعل الغير مسبوق أبدا، يعني سبحان من وضع هذا القبول عند هذا الإنسان. يعني فالحديث عن بدر يطول تماما. يعني تكلمنا عن أبرز الأوسمة اللي حصل عليها الأمير الشاعر. يعني يكفي شرف أن حصل هذا التشريف من الملك سلمان عبد العزيز وسام الملك عبد العزيز رحمه الله في عام 2019، مسيرة اللي هو 50 عاما من الشعر، وعندما اكتمل القمر. يعني فهذا وسام عظيم جدا، وسام مو فقط للشعر، وسام للهجة، لهجتنا، وللشعر نفسه، وللسعوديين كافة. هذا الوسام لن يناله البدر، بل كل مواطن سعودي. الأمير بدر بن عبد المحسن، بدر عبد المحسن تكلم وشكل عن وجدان كل مواطن سعودي.
تكلم عن كل مواطن سعودي. الأمير بدر عبد المحسن يعني من يوم وعينه احنا في الحياة هذه، لما نسمع أغنية جميلة لطلال مداح الله يرحمه في بداياته، لما نسمع لمحمد عبده، دائما لما نبحث عن هذا الجمال نكتشف أنه وراه اسم البدر. يعني من يوم احنا ربينا على قصائد البدر، وانا صدقيني انا حزين جدا وما للحزن اخر مع بدر بن عبد المحسن. الى الان احنا عايشين في صدمه، يعني مو مصدقين يعني ان هذه شمس القوافي يذكرني القمر ظلك. هذا الانسان اللي لما تسمع قصائد تتعجب كيف يفكر كيف يتخيل يعني. ومبدئيا الامير بدر بن عبد المحسن هو من علم الشعر، ليس الشعر من علمه. والبدر واحد لن يكون بدر آخر. الكلام عن بدر يطول جدا والله ما أعرف إيش أقوله، لكن أكيد وصوتك يناديني. طيب بما أنه الشاعر بدر عبد المحسن يعني كلماته يعني اللفظ ليس اللغة العربية الفصحى، ولكن كلماته جدا بسيطة يفهمها الجميع. حتى أنا اكتشفت أنه له شعبية أمس كثير عندنا زملاء إعلاميين من الوطن العربي، من المغرب، من 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 كثير من الدول نعوا الشاعر الأمير يعني. فكيف أن كلماته تلامس جميع الوجدان العربي؟ طبعا الأمير بدر عبد المحسن يعني مثلا في عام اعتقد في عام 79، من هو الشاعر الذي كان يقول مثلا يعني زمان الصمت عمر الحزن والشكوى بطريقه يعني انت تعجب ويؤثر في وجدان الانسان. يعني ربي اعطاه حاجه انا لا اعلم. بدر عبد المحسن هو ما هو شاعر، هو شعراء، ولذلك لامس الوطن العربي كافه، ليس شاعر واحد، لانه صادق، لانه انسان يعني ويكتم من إحساسه. يعني لما تشوف بدر عبد المحسن يعني تقول ما هذا الإنسان العملاق العظيم البسيط المتواضع، يعني جامع من كل شيء وشيء، جامع من كل شيء، حتى مش بس الشعر، أيضا هو رسام. الشعر الأمير رسام كذلك، يعني هنا في إثراء لما كان المتحف حق البدر، يعني هذا الإنسان ما شاء الله تبارك أسطورة وظاهرة لن تتكرر. بدر بن عبد المحسن صحيح والله لن تتكرر. الله يعطيك العافية وعظم الله أجرنا جميعا في الأمير الشاعر. شكرا لك سلطان على وجودك معنا. عفوا لي، شكرا أكثر، الله يسعدكم جميعا. يعني الحديث يطول محمد عن هذا الأمير الشاعر العظيم رحمه الله. يعني قال يعني نشرت القناة السعودية أنه قبل يمكن أكثر من عام كان له لقاء في القناة السعودية، قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، ثم أشهد أن هذا الوطن منا قبل أن يكون لنا. رحم الله البدر وعظم الله أجرنا جميعا فيه. شكرا هدى، يعطيك العافية. شكر أيضا لضيفك الكريم.